السلام عليكم، معكم سيد من قناة أبدأ واستمتع. النهاردة بنتكلم عن محاكي الأندرويد اللي أقدر أشغله على جهاز الكمبيوتر أو الويندوز بشكل عام. المحاكي اللي عندنا النهاردة هو اسمه LD Player. بروح على جوجل بكتب LD Player، تمام، بيظهر لي أول حاجة في نتائج البحث. بخش على نتيجة البحث الأولى، تمام، هيظهر لي الداونلود، بعمل داونلود، تمام، ثواني بسيطة جدا بتنزل ملف الداونلود، بدوس اوبن فايل، هيجي الملف اللي اقدر اعمله انستليشن. ايوه ادي انستول. الموضوع بياخد حوالي 3-4 دقايق ماكسيموم عبال ما بيجيب كل الداتا بتاعته اونلاين. مجرد ما بينتهي التحميل بيبدأ نعمل له ستارت، بيفتح معانا، خلاص فتح عادي الواجهة بتاعته، وبقدر أبحث عن البرامج اللي أنا عايزها أونلاين. وأسهل طريقة هو إن أنا أخش على جوجل، خش على جوجل اكتب اسم البرنامج اللي انا عايزه واكتب جنبها APK ويدور عليه، تمام. اي برنامج تاني برضو مش عايزين واتساب، بس اقدر اكتب مثلا برنامج فيلم اون، تمام، برضو جنبها كلمة APK على اساس ان ده ملف اندرويد يشتغل عندي على اندرويد، تمام، واسيبهم يحملوا في الداونلود. هذا التحميل بيتم، افتح اول برنامج اسحبه بس كده اهوت واحطه في ال LED بلاير، تبدأ عملية التحميل، بفتح البرنامج بيشتغل معايا كأني على تليفون بالظبط. هنا نفس الشيء في الواتساب، مجرد ما بيخلص التحميل بسحبه وبحطه على البرنامج عادي جدا، بيطلب مني رقم الهاتف ورقم الدولة وبيبعت لي كود على رقم التليفون، بدخله هنا اهوت وبيشتغل عندي الجهاز كامل كأنه تليفون، جهاز اندرويد كامل. أرجو أن تكونوا استمتعتم وتعلمتم في حاجة جديدة معايا النهاردة في فيديو النهاردة، وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله.